اتفضل. انا ايوه انت اتفضل. عطوري جه. سيبي انا داخل. يا رب يا ساتر. بره انت بره. ده انت مجنون. قال كل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت. اطلع بره. انت كده بتخسرني يا سيدي. ده انت خسرتك مكسب. بره بره. اسمع بس انا عايز اقول لك ايه تاني. هو كان في اولاني. قلت بره. طب ماشي حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك. خليه معاك احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي اباظه زكي روسو اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه يا انت؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر. مش لاقي غير قله الادب. قلت 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 تصدق ملهاش؟ شفت حاجه تحير. ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير يصير ويكبر يا ادب. يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي انا هربيك. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. انتوا واقفين تتفرجوا. شوفوا شغلكم. يلا وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. حاجه غريبه. قلت لك سامع ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله ألاجة وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب تعمل ايه؟ ها عايز اشوف قفايا متصرح ولا لا. ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحه خمس نجوم. ما تقلقش دول كلهم حبايبي واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله انت كويس. ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم قطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكوا على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. اه طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات. كنت شفت. ايه ده مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء العشاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ اه. طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده بقى هنروح في دايه. اه انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعمية. طعمية؟ هو أنا قلت طعمية؟ آه. يبقى أنا قلت بذر. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ سالي أنت إزاي جايك له وسايباني في المصيبة اللي أنا فيها دي؟ في إيه؟ في إيه؟ مصيبة إيه؟ طنطة. إزيك يا طنطة؟ إزيك حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن دي اتجنن. تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبت. خلاص مش طايقه ده، خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك يا ملك، عايز انام بقالي كتير. بتحكي لي باباكي عمل ايه؟ يا ولاد صباح على خير. وانتي الاهل يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب واعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك، هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه يا
الو الو بابا، انا اتخطفت يا بابا. بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس ملك؟ مين ده ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه قولي لي. شوف مين اللي عامل فيك. الحاج يا بابا. اسمه ايه؟ بس يا بابا. اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكه دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ اه وريني. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجه. بتوريني يا جدع؟ ما فيهاش حاجه، احنا اخوات يا عم. هو الحاجات دي فيها اخوات؟ خلاص يا عم ورينه. يا عم كبسه يا معلم. كبسه يا معلم. ايه كبسه؟ كبسه يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. انت من عليك سايكو ولا مين فيكم بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى وراح فين؟ معلم جد ايه؟ بطل تواضع بقى. المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر مخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش، حاول تفتكر فين الحشيش. مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه؟ بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعاده الباشا، ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم مشمش، الجيات اكتر. يلا. وانت من قال يا باشا؟ كده الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش؟ عفك انت يا معلم. عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتحت صهاري شتى ودمي عدلوا يا ابي. الجنان اللي انت عملتيه ده، ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي أبازة ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه يعني ابويا عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله، الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته، مليها لي. الو. ايوه انا رشدي أبازة. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقة أصل أنا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر ربعاية وأكون عندكم. أيوه عارف المكان، عارف. ماشي سلام. ولا جمعة جالي شغل. يلا المكان ده وشه حلو عليا، أشوفك بكرة. سلام حبيبي. مساء الخير رشدي. أيوه أبازة فعلا. ايه ده؟ مش انت اللي كنت في الشركة السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبة؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبة دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول، وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ خدت منه الموبايل وقفلته. انتوا خطفاني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ إحنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة ومتأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟
صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش معاك حق، انا عرفت انه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضو في اللي انا فيه دلوقتي بسبب بخله وجشعه. انا عاجزه زي ما انت شايف، ما بقدرش اجيب لنفسي حتى كوبايه الميه. عارف انا من سنتين بس كنت اقدر اجري، امشي، اقف، اتنطط، ارقص، اركب عجل. في يوم من الايام كنت مسافره اسكندريه عشان افتح الملجا بتاع الايتام، ولما حسيت ان انا هتاخر عن الميعاد سقت باقصى سرعه. ما تهدلنا النور ده شويه لو سمحت، ما تاخذيش. يا العروسه اسمها ايه؟ سالي. طب شويه شاي بلبن. ماشي. كنت ماشيه على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احود بسرعه، فالعربيه اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحيه البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلوله، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزه مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عمليه لو عملتها ممكن امشي تاني. وانتي عايزاني انا اعملك العمليه؟ لا انا عاوزه فلوس. مني انا؟ انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم ده انتوا اللي خطفني. لا لا لا، دايما ملك بتقولك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفديه وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العمليه. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. واشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني اتورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوكي بلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبه. خلينا في الموضوع. قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكيه يا سالي. فكيني يا عم.